سلام، بغيتي بغيري ريت واخا الحبيبه ديالي على راسي وعي الموجود والساهل مهل. انا ملي كيقولوا لي البغرير والله حتى واخا نكون في جابه ديويل، يا نوض يا الحبيبه ديالتي نجمع الوقفه ودغيا نصاوب. وتعالي يا الحبيبه ديالي وقفي معايا اختي بلا ما تمحني، عوقفي معايا بكل شيء لك، بزينك بفنك بشغلك بكل شيء لك، بلا ما ديري لا الطابليه هي الاخرى ما ديريهاش. خدي اختي مولينكس ثلاثه الكيسان ديال السميده رقيقي، نقول لك واحد النوعيه ديال السميده رقيقه اختي سميتها مزيه على مزينات هي الحبيبه، راه ماشي كندير لها الاشهار، راني عا استعملتها ولكن خرجت لي البغرير ما نقولش كناضي كناضي. ضفت معها اختي جوج خمارات ديال الحلوه، ضفت معها معلقه ونص ديال خميره الخبز، معلقه صغيره شويه الملح وربعات الكيسان ديال الماء. صافي هذه حفظيهم ديريهم في المخ والمخاخ وسجليهم عندك، جربيها مره جربيها جوج مرات. ولكن غنقول لك اختي السر الاول باش ينجح معاك البغرير، طحنيه مزيان في مونينكس، ماشي عاد دوري لي جوج دورات وتكوبيه، لا طحنيه مزيان، هذا هو السر الاول. كيبغي تطحن واحد الطحنه ما نقولش كفايه على تارك. ايوا بعد ما طحني جيبي اختي واحد الباينيه ولا حدا اخرى يريف ولا اللي عندك، كبي فيه اختي الخليط هاك، غطي خلي تتم جايه الخميره، ما تخليش اختي يخمر لك بزاف، راه غادي ما ينجحش معاك. غير تشوفيه جاي طالع في الخميره صافي. انا المقله ديالتي دايرها خصوصا على البغرير، تي كديري مقالي اخرين اختي كطيبي فيهم بيض طيبي فيهم مطيشه طيبي فيهم شحال من حاجه وتقولي غنطيب فيها البغرير، الا الزينه ديالتي خليها خصوصا البغرير. انا عندي هذه ديال سبع الوجوه، عرفتي نافعاني نافعا ما نقولش راني خازنها في البلاكار، كنسخنها ولكن كنبردها بالماء، ضروري اختي كتبرد ليا بالماء، ولكن بعض الخطرات كتبوق ليا ما عندي ما ندير، هذا هو الديفو اللي فيها ما عنديش اختي ما كندير، ولكن كتصدق ليا البغرير. صافي كنبردها مباشره بعد ما كنبردها كندير اختي في البغيريرات، مغيره صغيره كنكب اختي في هذيك الوسيطه صافي، ها بغيريراتي على حقهم وطريقهم. ولكن راه كي كيجي يا حبيبه خفيف وعلم زيناتو، ما شهيتك فيا الحبيبه، عادك تقول لي تجربي تقول لي لا ما استقلي اختي، انا كيستق لي على مزيناتو واخا نغب عليه الشهر والشهرين، عا هو حاجه اختي عندك تشد فيه العين، اييه هو اللي شدت فيه العين، راه ما يخرجش راه يغمد عينيه، راه تقول لي الله يحفظك وكتب السلامه بحال داروا لي طلاميس، والله العظيم الحبيبه ديالتي. شوفي كيجا ها شهيتك ما شهيتك فيا الحبيبه، ولكن راه من السميده اول حاجه ومن الطحين الثاني حاجه ومن يا اختي الطياب طيبيه في مقله تكون خصوصا ديال البغرير. انا جددت كاع جميع الاسرار دابا قلتهم لك، ديريه وجربي وجي عندي الحبيبه قولي لي في لي كومونتير كي طرالك وكيف حلك واش درتي معاه، هذاك الشيء اللي غادي ديري معايا. وكنتمني الحبيبه تقولي لي كومونتير ويكون فعل تارك، لا تعايريني لا تخاصميني، قولي لي كاع شكرا الحبيبه ديالي. شوفي كيجا مخيرك، ايوا سير اختي ديري زبيده وعسيله وعمري لك واحد كويس تاع اتاي وقوي فين عيني عات، وشوفي وكوليه وردي عليا الخبار صافي. ناري كي قويت عليك قوت الهضره تما عييت اخوتي فمي ما عاد مالو في بريويله ولا ما عاد مالو، ولكن الحاجه ملي كتصدق لي كنبقى داويه كنقول لعل وعسى البنيات تما تعجبهم وديروه. وسيري يا الحبيبه انت راه بغريري طاب، والمقله ديالتي راني مره مره كنبردها كيما تشوفيني شتيني، مره مره نبردها ضروري نبردها باش تصدق لي البغرير، راه في حاله ما بردتهاش راه ما يستقش لي البغرير تماما يا الحبيبه. صافي بردتها غنكمل انا بغريري. وسيري تيك اختي انا درت معاك اختي الوصفه، قفطي عليك ميمك وديري واخا نص تخليطه وشوفي كي غيطرالك، ولكن سير اختي جيبي مقله خصوصا تاع البغرير ماشي طاقبي في المقله عندك قديمه. صافي تفهمنا سيري يا الحبيبه ديالي، لهلاك خاطيك عليا وبالصحه والراحه، وسمحي ليا لقويت عليك قوه الهضره، يلا بسلامه الزينه ديالتي.